شرف عمي صافي. سلمونا على شرف لمس. ايش يا مو يا ابني؟ اهلين بلا بضايات. شرفوا شرفوا. وسهلا. ما تشوف كاسات شاي، خلينا السكر شوي زيادة، بس لا تقلوا، خلينا خافت دمك. ايه؟ ايوه، والله باين دمك الخفيف. يلا حرك يلا حكي. ايه رو رو بضاي، ضبضب وقصر لسانك، واحترم المحل اللي قاعد فيه والناس اللي قاعدة قدامك. ايوه. لا تتدخل انت وخليك بحالك. شو ها؟ كان في ناموسة عم تزعجني. ما فهمت اي بضاي، اقرب لي اياها. لا ما شاء الله، دمك خفيف انت التاني العين تطرقها. ايه لا. انت الظاهر مالك عارفان مع مين عم تحكي، ولك على النمس يلي ما بتشبع فلوس. اترك لي اياها النمس، اترك لي اياها. طلع برا انت وياه ولا شو تفضل سيدو؟ مثل ما سمعت تطلع لورجيك انت برا بلا ما اكسر القهوه على راسك. اطلع اطلع لشو؟ اخر واطلع لبرا. شرف ورجيك على راسك. لا شو حكيت لاصوص؟ شو حكيت؟ وراي ابني. ابي ابصافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمي ابصافي، خليت لك زافير قلت لك ثلاث شباب اكلي حشكوا لبك طعوجن طعوجي معوسن معوسي جعلكن جعلك. يعني بيل مو بس عقيد، اهم عقيد بالشام كله، مو مثل هذاك التسوس. شو عمي ابصافي شلوني معه؟ مسيك نمس مسكر على الموضوع. سكر ما سكر سكر ما سكر سكر ما سكر سكر. اطلع ابني اطلع اطلع. دمر امر وحياة الرقبة والرقبة سدادة لعيونك ابو صافر يا كبير. اي والله هي الله هلا والله لعيونك. العم ضربكم ضرب ما عندي لا شغله ولا مشغل غير فوتكم على الحبس وطالعكم الحبس. الحارة الطبع اشتحوا بقى اخسروا على حالكم. السلام عليكم. اهلين يا ابو صافي. اهلين باخي ابو جودات. معيتك بدك تدبر لنا الشباب. صعبه والله يا ابو صافي، هدول كثره مشاكلهم كل يوم والتاني خناقه. ولو يا ابو جودات طول عمرك كفو، بدنا نطالع الشباب معيتك. انت بتمون تكرم عيونك. نعمل الشيء، روح عمي صفير. استنوا عمي، استنوا. ما حدا من الشباب بيطلع إش كان ما طلع معه معتز. أصلاً أنت لهلا ما قلت لنا شو عامل. معتز شغلته صعبة. بعدين مو من عندي أبو صفير. قصته بالسرايا. أبو جودة، قلت لك أنت كفو. وطلع لنا معتز مع الشباب وأنت والسرايا بدك تروح حالكم. اتركني دوزنها. طالعنا الشباب ومعتز وبعدين دوزنا على كيفك. ما فيني زعلك، انت رجال محترم وبتمون غالي كتير يا ابو ظافر، تكرم عيونك. يسلموا ابو جودات. يلا عمي يلا، مع السلامة يا بي. رشدو هات لي عقيد حارة الطبع. يلا السلام عليكم. رعاية الله ابو ظافر.